التقى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف عوض أزوكا ومعه الأمين العام المساعد للمؤتمر ياسر العواضي. التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وناقش اللقاء العدوان السعودي الغاشمي والسافري على اليمن والحصار الجائر المفروض عليه، حيث وضعت قيادة المؤتمر الرئيس بري في صورة ما يرتكبه العدوان السعودي من جرائم قتل اليمنيين وتدمير لممتلكاتهم ومقدراتهم الاقتصادية والحيوية والخدمية وكذا البنى التحتية، مجددين مطالبة المؤتمر الشعبي العام بإيقاف العدوان السعودي على اليمن ورفع الحصار الجائر وأحياء العملية السياسية والحوار بين مختلف المكونات اليمنية. كما تناول اللقاء مبادرة بري لإيقاف العدوان على اليمن والعودة إلى الحوار. وأكد نبيه بري وقوف الشعب اللبناني الشقيق مع الشعب اليمني، مشددا على ضرورة أن يتوقف العدوان على اليمن ويرفع الحصار المفروض على شعبه، وتعود كل الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار السياسي بعيدا عن أي تدخلات خارجية. وأبدى الرئيس بري استعداد لبنان القيام بدور إيجابي في جمع المكونات السياسية اليمنية على طاولة حوار واحدة واستضافة الحوار اليمني اليمني. عاود العدوان السعودي قصفه للعاصمة صنعاء.